الفيديو ده مش للتخويف، الفيديو ده للتحذير. مرات اخوك مش اختك، ممنوع تلمسها حتى لو بالهزار، يا ريت ما تدلعهاش، ليها اسم يتنادى بيه. بلاش التلامس زيادة عن اللزوم، او بلاش التلامس اصلا، خلي في حدود، ده احسن لك واحسن لهم. وانا بقولها لك بطريقة مباشرة، مرات اخوك مش اختك. لو اخوك مش في البيت ما تروحوش، لو حكم الامر فممكن من على الباب. انت بس هنا بتعمل حدود، ودي حاجة لطيفة عشانك انت وعشان اخوك وعشان البيت. انا بقرا بلاوي على الانستجرام، صدقني. خليك في امان. مينفعش اوريك الحاجات دي، لا انت مش هتفهمني. هنجرب دي يا ابني، ما تخافش، انا دي موضة عادية، انا ما فيهاش حاجة والله. دي المايكرو فايبر، دي مفيدة للشعر، بتفرده بتنعمه بتنشفه. صدقني مايكرو فايبر ما فيهاش حاجة يا مش بصدق. البت ياد بص رحت عاملة كده، منفد شعرك كله فيها، ده التربون ده ياما عليكم حاجات مش فاهم انا يعني ماله الكلوت، ما احنا بنستخدم الكلوت طول عمرنا، ما هو اسمه قطن، لازم نعمل فيها اختراعات وكده. بعد كده تروح جايبه كده، ده شايف الزرار اهو، شايفه يا عمر ست الكوليكشن، ونفك التربون بتاعتنا يا استاذ عفاف. ايه ده؟ ده اتفرد، دي اتفرد وريشي فيها. للامانه احسن من الكلوت، الكلوت كنت بحطه كده خلاص. لا هو فعلا نشف وبقى حلو فعلا. برضو ما ننساش الكلوت كان زي الفل. هلو دارلينج، عسل وسط على مدار التاريخ. كده من ورا امي دي. هنجيب لبن مكثف في طريقه لعمل لبن. انا راجل بكسل بصراحه. بعمله يلا يا ابن قلبي اللبن المكثف. لبن المكثف ده طعمه حلو قوي ده. وهنجيب الكاكاو بتاعنا وكب يلا يا ابن قلبي كده كب كب. بس كده دي مكونات التجربه. وقلب كده يا دي يا ابن قلبي. شفت المعلقه البينك دي؟ هو فعلا مش باين يلا ولا في ايه؟ والنبي الواحد لو كان اتعلم كيف يتعامل مع الانسان التوكسيك مش احسن من اعرف تحتها وخط؟ استفدت ايه انا لما عرفت من تحتها وخط؟ ونفرش كيس بلاستيك. بطط كده يا دي يا ابن قلبي. وقفل كده يا دي يا ابن قلبي. والله شكلها مع عصبه. و40 دقيقه في الثلاجه. اوعى يا بت يا قزع تجربي الفلتوره ده. هو ايه ده 147؟ لا والله يا بنت يا وزع الكلام ده كذب والله. فلتوره، ركز ركز يا ابن المتخلف. والله كده من هنا اوضح. ها يلا ها ولا ها والله كده. الفيديو بتاعي دي جاب 200,000 لايك، انتوا هايفين قوي كده. اوعى تنسى ان انا اهيف منك، ما انا اللي جايبها يالا. ما كنتش اعرف سر تجربه الكوك. عرفته خلاص. دي بتتملي ميه، هتفتح الدجاجه ودي البيضه اللي كنا جايبينها من انت كنت نسيت يا ولد. ما انا عرفت الحنكه خلاص. تملى ده ميه، انا قلت برضه جايبين الكوبايه دي اللي هنشرب فيها. تلاقي الشرب لا لا، وين الوعد اللي غبي فيكم. ونجيب البيضه اللي من الدجاجه، نضع البيضه هنا كده، نقفل عكاك. انا لازم بس تطلب مني انا مش شايف. واديها 10 دقايق والبيضه تفقس والبيضه هتتسلق. روح اقرب على عمتي معانا امي عشان نثبت لها نظريه الكوك. ورينا يا فالح اعداء النجاح. ايوه انا اعداء ده اعترافاته. انا عرفت السر، الفطار عندي النهارده. هتعرف تسلق؟ ما عرفت خلاص، كل السر في دي. دي ايه يا متخلف؟ ادي البيضه يا امي. لا 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 خد الطبق. انت واثقه في النجاح؟ شوف دي اعداء النجاح دي، شوف منها 1 2 3 اه. هتبقى كل يوم نعمل الموضوع ده. انا هروح اراجع الخطا وارجع لك. تاتش اينشتاين امه كانت بتدعمه ازاي؟ هو اينشتاين كان بيسلق البيض. اه فعلا ما كانش بيسلق. So this is love. عماد لو سمحتي يا عماد ما تدخلش علينا حد يا عماد. العروسه من غير ميك اب من غير مالتي يا عماد. انا زيزو فلاش. اوه زيزو مصورات غير لي حياتي. تعالى يا زيزو احنا كلنا جوه. انا ميدو الميك اب ارتست. نور يا عماد. زيكي ميدو، انت ميدو اللي بتاع ميك اب ارتست. يلا يا ميدو احنا كلنا جوه. عماد اياك تدخل حد يا عماد. انت مين يا حبيبي؟ انت بوتي؟ انا بوتي، انا جاي اتفرج معاك ودخلوني. دور يا عم عماد عبيد. تعالى يا بوتي تعالى كلنا جوه. اوعى يا عماد. ايه يا عماد في ايه يا عماد؟ بتسال على مين يا عماد؟ خلاص خلصت. انا البيست فريند بتاعها. البيست ما يبقاش معايا يوم زي. امشي بره يا عماد. يلا يا حبيبي. انت الادرى على الانستجرام، انت قعدت منه ازاي يا ادرى؟ بعت النوق
يا نهار اسود لاخوها. فقال لي اه ما كانت بتحبك ايه المشكله؟ كان معلوماتي عن الاريال ان هو مسحوق. لقيته في بني ادمين يا ولاد اللذينه. ده روحي انتقم منه ازاي؟ ده انا عايز ارجع له المره الخامسه. ارجعي اكتب السؤال تاني وهتكتبي لي تاني. لقيته مشاهد اغنيه على الاكونت بتاعه سمعتها 16 مره عشان ياخد سيئات. كفايه انتقام. مالها بقت طيبه ولا في ايه؟ كنت في عيد ميلاده وعرفت ان هو بيخني رحت مولعه تلج الافراح في وشه ورحت مولع فيه. ايوه كده هم دول العيال اللي عارف قطعت له. الحمد لله على السلامه على العيال وصلت لك. بعد ما خطب قال لي وحشتين تعالي نتقابل. رحت مكلمه خطيبته وفتحت فيديو كله وفرجتها على الحيله. بليز فرحان بيكي قوي. اهي لا محتاجه حنيكه ولا فزلكه. استنى بس نسيت الحركه. استنى فهمت خلاص فهمت. سمعت التش يلا ماشي خايف اطلقش انت فرقع على صنع فقري. 1 2 3 يابا. ملك التوقعات جالكو زبدة ناموسة ماشي زبدة ناموسة زبدة ناموسة ناموسة ايوه زبدة يا فراشة زبدة. مش ملك التوقعات يا جماعة دي لعبة حظ محدش يلعبها. خلاص انا عرفت لكم السر مفيش خوف بعد كده. انا عانيت عشان اجيب السر. عينك تزرق هي عملتها في وشي ولا ولا هي الاضاءة دي مش جايبة معاك يالا ولا مش شايف صورتي يالا؟ طلع السر ان انت كب المية يالا يا متخلف. وهتضع البيضة اللي جاية من الدجاجة يالا بص برشها من الدجاجة وتخلي القاق ترقد ولا مؤاخذة نص عقاق. روح اسبت لك من ده انا ذكي. يلا نجرب. لا هات الطبق. بقول لك انا عرفت السر خلاص. كل مره بتقول كده. يا سخت انا مش عارف امسكها بخش فيها بدماغي ولسه ابتسامتك هتكبر يا امي كل ما الانجاز يكبر. بسم الله جاهزه يا امي؟ جاهزه يا حبيبي. 1 2 3 اصبر يا اللي بتصبر. ايوه ما تقشطش اهي استني بس استني. بص ابنك يا امي ابنك طقش البيضه صح ابتسامتك كبرت يا امي شفتي نجاح اخيرا يا ابنك كان مصر ينجح فيري جود انا اللي فيري جود هيكسروك هيحبطوك مش فاكر بقيتها بص أيوة. يلا اهو يلا اهو استاذه منى الشاذلي يا امي هتستضيفني تقول يا احكي لنا على مكرتك وانا اقول يا قلت لك قد ده امي تعمل فيها ايه يلا بقى اسال اولادي اخوانا انا فرحان بالبتاعه دي البتاع عملت ايه يا ولا الحلاوه والجمال ايه يا ابني ده ربنا يحميك يا رب يا يلا بص صوري في كل حته يا شكرا لكل ديزاينر انا هو يلا خد يلا دي جزء من الكتب اللي انا كنت بقراها دي الهدوم ما اعرفش اروقها بس حلوه حلو ودي بوكس ودي الاكسسوارز اهي تاني انا موت دي البطه نبزع الهيافتي كانت الاسبريسو وصورتي تاني برضه الظروف ده يعني ما علينا منه شويه ولاد اهو بخمسة مليون وانا عميق وانا عميق تاني وانا عميق تاني وانا يحكي بيضة يحكي بيضة فين الازاز بتاعت عم محمود؟ بحب اشم في النار طول الليل الله عم محمود جه الحمد لله كنت فين عم محمود؟ ايه يوز الساحل؟ ايه يوز الساحل؟ يس ما تاخدش كمان يوز لا تاخد ايه يوز طبعا يلا بينا يلا عم محمود اتفضل يلا بس انا عايز سبايسي ايه دي اللي انت عايزها تسجلها؟ يا عم خش اشتغل بقى والنبي بقى شغلني معاه والله لا الفنان اللي عملها لك دي عم محمود احلى حاجه فيها الديزاين ايوه طبعا عم محمود تكييف انا هعمل لك حاجه هنا عشان خاطر الاولاد حبايبي ورقمي 0 يا عم انت ايه رايك في الديزاين ده؟ تسلم ايدك يا عم محمود هتنزل تجيب بيرس دي كده خلصت عم محمود؟ اه خلاص فعلا قرب تجربة سهلة اهي كيس فيري بجنيه واعمل فيه كده طبق من نيش امك وكب الصابون الفيري قلب كده واعمل رغاوي ازازتنا وطبعا ازازتنا من هنا ومناديل مبللة واستكنا جاهز التجربة المتخلفة ثواني نجرب ونقول بسم الله ايدي يا ابن قلب الهيافة باينة من عندك بعيدة صح فيري بس الفلتورة ده هيقول لك احسن اكلات انا هنختار جمبري جمبري انا جمبري يلا لا جمبري سوشي جمبري مكرونه جمبري ما جمبري معرفش اصل الجمبري انت مش عارف لا جمبري ده جمبري اكبر ده جمبري صح جمبري
لا جمبري جمبري ايس كريم ايه وبتاع ايه. انا احب الجمبري. الاولاد قالوا لي اعمل لنا اومليت، نجرب الاومليت في الكوك. ربنا يسامحنا على الجرايب دي والله. كب الميه في الكوك وهنجيب اندر لايت، هو اسمه كده والله، ده اسم طبق القهوه. اهي هو ده اسم اهو، هات طبق القهوه وجيب البيضه دي واديها تطقيشه اهي بالبيضه كده بحنان هنا. ايوه وهتقفل عليها الكوك ودوس في الزرار الدجاجه كده، الدجاجه بتاعتنا بتعمل اومليت.